احنا لحد الان كقياده عمل كقائد عامل مسلحه ومكتب قياده عمليات مسلحه ما بي قانون. لازم قانون يحدد عمل مكتب رئيس الوزراء. هذه كلها يعني جت هيك استشارات يعني او رؤى للقاده العسكريين سوى عمليات مشتركه. قبل كانت قياده عمليات مثلا في كل محافظه قياده عمليات، هسه قياده عمليات مشتركه. هذا كلها رؤى عسكريه لكن مو قانونيه. اذا نرجع عليها مو قانونيه، يعني لازم مشكلتنا احنا تشريعيه، اي يحتاج الى تشريع قانون خاص بعمل مكتب القائد العام للقوات المسلحه، وهذا احنا مفقود حاليا. هذه حلقه مفقوده بمكتب القائد العام للقوات. اليوم القائد العام للقوات المسلحه عنده سكرتير واحد، وهو السكرتير العسكري هو اللي يمسك هذا العمل.